في غلطات ممكن تقع فيها وانت بتعمل اعلان ممول على الفيسبوك، سواء كنت محترف او كنت مبتدئ. تعال بقى نشوف ايه الغلطات ديت عشان ما تقعش فيها مرة تانية. كل سنة وانتم طيبين، رجعنا من بعد العيد. يلا بينا بقى نشوف ايه الغلطات ديت عشان ما نقعش فيها مرة كمان. الغلطة الاولى وبيقع فيها في ناس كتير اصلا بيكون شغالة في التسويق او حتى لسه بتبدأ، ان حضرتك بتستهدف اكتر من دولة، وطبعا ده بيعمل مشكلة أصلا في الإعلان بتاعك. باختصار كده يعني عشان نفهم الموضوع بشكل بسيط، حضرتك بتكون محدد ميزانية معينة للفيسبوك، وليكن مثلا 500 جنيه أو 1000 جنيه في اليوم. طيب حضرتك مثلا وليكن بتستهدف مثلا مصر أو بتستهدف أمريكا، فأنت حضرتك عايز تستهدف مصر وأمريكا مع بعض. طيب الفيسبوك بياخد الميزانية بتاعت حضرتك، وقدامه دلوقتي عملتين، عملة بالجنيه المصري وعملة بالدولار. طيب هو دلوقتي هيحاسبك ازاي؟ هيجي مثلا الاعلان بتاعك في ناس معينة هيعرض عليها الاعلان بتاع حضرتك، الناس دي تكلفتها في مصر وليكن مثلا كل شخص هيدوس على الاعلان بتاعك وليكن مثلا الشخص ده تكلفته هيتكلف جنيه، قصاده ناس تانية في امريكا كل شخص مثلا هيدوس على الاعلان بتاعك هيكلف النقرة بتاعته وليكن مثلا دولار. فحضرتك ال 500 جنيه بتوعك دول، هو هيسأل نفسه سؤال، اجيب له مثلا 500 فرد من مصر ولا اجيب له مثلا 10 افراد من امريكا؟ وهو هو نفس الاستهداف، بس ده ليه تكلفة وده ليه تكلفة، فطبعا ده هيعمل مشكلة في الحملة بتاعتك. فالافضل طبعا ان حضرتك تستهدف كل حملة لدولة معينة. الغلطة التانية بقى يا سيدي وبيقع برضو كتير فيها من الناس، ان حضرتك من نفس الحساب الاعلاني بتاعك بتعمل اكتر من حملة وتستهدف نفس الهدف. طيب حضرتك مثلا وليكن شغال في الملابس، هتستهدف مثلا الناس اللي بتشتري مثلا تيشرتات او بتشتري بنطلونات، فحضرتك بقى متخيل ان انت لو طلعت بحملتين، فانا الحملتين دول هيستهدفوا نفس الناس فهيجي لي عدد اكبر، وده طبعا مش صحيح. حضرتك الفيسبوك بيتعامل مع الحملات كانهم منافسين، فانت حضرتك الحملتين بتوعك اللي طالعين من نفس الحساب بتاعك هينافسوا بعض، ففي حمله فيهم كده كده هتقع. فانت الافضل تعمل ايه؟ الافضل انك من خلال حمله واحده، في حاجة بيسموها المجموعة الإعلانية، إنك حضرتك من خلال حملة واحدة من خلال إعلان واحد بتكون حاطط تحت منه مجموعات إعلانية، وليكن مثلا حضرتك بتستهدف نفس الجمهور، فحضرتك مثلا بتبيع تيشرتات وبتبيع بنطلونات، فتعمل مجموعة إعلانية للتيشرتات ومجموعة إعلانية للبنطلونات، وهيستهدفوا نفس الناس من خلال حملة واحدة، فده هيخلي الأداء عندك أكتر، وفي نفس الوقت هيخلي الإعلان بتاعك متشاف وهيجيب نتائج أفضل من إنك أنت تطلع إعلانين ينافسوا بعض، فأكيد في حملة فيهم هتقع. تالت غلطة إنك أنت من خلال الحساب الإعلاني بتاعك أوعى تمسح أي حملة إعلانية عندك إلا إذا كانت مرفوضة، وده ليه بقى؟ باختصار يا سيدي الفيسبوك ما يعرفش حضرتك، ما يعرفش أنت مين، هو يعرف الحساب الإعلاني بتاعك ويعرف الإعلانات اللي موجودة فيه، فهو بيتعرف على حضرتك من خلال الإعلانات بتاعتك أو من خلال الحملات اللي انت قدمتها. فهو دلوقتي لما تيجي بتطلع حملة فبيراجع الاعلانات بتاعتك، حضرتك كنت بتستهدف مين؟ حضرتك كنت بتستهدف مثلا جمهور معين، كنت بتكلم ناس معينة، فهو باختصار بيجمع المعلومات ديت وياخد الحملة بتاعتك ويبدأ يشتغل عليها، فطبعا ده هيفرق معاك في النتائج. فحضرتك بلاش تمسح اي حملة من عندك الا اذا كانت الحملة دي مرفوضة. ده طبعا هياخدنا للنقطة اللي بعد كده، اللي هي باختصار بتقول ايه؟ ان كل حساب اعلاني افضل حاجة ممكن تعملها فيه ان حضرتك تشتغل في مجال واحد بس، وده طبعا هيفرق مع حضرتك في النتائج. ليه بقى؟ لان الفيسبوك الاورجانيزم بتاعه بيتعرف على كل حساب اعلاني من خلال شغله، فانت حضرتك وليكن لو الاعلانات بتاعتك شغالة في مجال واحد، فالاورجانيزم بتاع الفيسبوك هيبقى حافظ ان الحساب ده شغال في المجال ده، فأكيد هيميزك في الظهور. لكن لو شغال الحساب بتاع حضرتك في أكتر من مجال، فطبعا الألجوريزم بتاع الفيسبوك هياخد وقت لحد ما يستوعب إن حضرتك شغال في أنه مجال، فطبعا ده هيفرق برضو مع حضرتك في الظهور. أكيد التخصص عند الفيسبوك أفضل، ليه؟ لأن هو خلاص فهم إن الحساب ده شغال في المجال ده، فطبعا ده هيفرق معاك في النتائج. النقطة بقى اللي بعد كده، إن حضرتك أوعى توقف الحملة بتاعتك لو كانت شغالة كويس لأي سبب من الأسباب. ليه بقى يا معلم؟ الحملة بتاعتك بتبقى داخلة في البداية سبب.
الفندق تبقى انت اكيد طبعا خش السبق. الحمله بتاعتك اشتغلت كويس وماشيه كويس وسبقت كل الايه الحملات اللي معاها، فحضرتك تقوم جاي موقف الحمله لاي سبب بقى، انت تقول مثلا انا اوقفها النهارده واشتغل بكره، فطبعا حضرتك بتبقى متخيل ان الحمله هترجع تشتغل زي ما كانت، وده طبعا عمره ما هيحصل لان زي ما قلت لك انت في سبق. فحضرتك اكيد الحمله اللي كانت جنبك بتاعت منافس ليك اشتغلت في اليوم اللي انت وقفته او اليومين اللي انت وقفتهم وخدت مكانك، واستحاله هترجع تشتغل كويس زي ما كانت شغاله. اخيرا بقى يا سيدي، اوعى ترفع الميزانيه بتاعتك حتى لو لقيت الحمله بتاعتك شغاله كويس. في ناس كده تلاقي الحمله شغاله كويس يقوم جاي هوب مضاعف الميزانيه، شغال ب 100 200، شغال ب 200 400، الحمله هتبوظ منك. ليه بقى؟ مع ان انا رفعت الميزانيه، المساله مش مساله فلوس. في كده رولز في الفيسبوك، حضرتك مثلا لقيت الحمله بتاعتك شغاله كويس، فانت حضرتك بتعمل ايه؟ معاك من 10% ل 25% لحد اقصى كل اسبوع، يعني مثلا الاسبوع الاول الحمله بتاعتك شغاله ب 100 جنيه في اليوم زي الفل. الاسبوع اللي بعده لقيت الحمله كويسه، تقوم جاي مزود مثلا من 110 ل 125 في اليوم لمده اسبوع، الدنيا بقت معاك زي الفل وبدات هتلاقي الدنيا بدات تزيد. الاسبوع اللي بعده ال 125 تقوم جاي حاطط عليهم مثلا 100 100 100 مثلا 40، فاهمني؟ كل اسبوع بتزود من قيمه 10% ل 25% عشان الحمله بتاعتك ما تبوظ. لو زودت مره واحده الحمله بتاعتك يعني هتنتهي كده. الفيديو بتاع النهارده خلاص خلص، كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله هيتسهل عليكم. الاخطاء دي كلها كلنا بنقع فيها على الفيسبوك، حبيت اعمل فيديو صغير كده يعرف معظم الناس اللي بتعمل اعلانات مموله على الفيسبوك عشان ما تقعش فيها تاني. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتكون فيها اعلانات مموله بشكل عملي على اللابتوب من خلال التحديثات الجديده للفيسبوك، وهنقوم كمان بعمل حملات لمجالات معينه، مجالات زي الطب، المحاماه، حاجات كتير جدا ازاي نعمل لها خطه تسويقيه وازاي نستهدف الاودينس بتاعها وازاي نطلع على البلاد بشكل معين. وان شاء الله باذن الله تكون فيديوهات مفيده لكل الناس. انا محمد السيد، السلام عليكم.